نفى دكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي وجود أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس الإيبولا داخل مصر، موضحا الحالة التي تم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية لشخص مصاب باشتباه ملاريا وليس الاشتباه بإيبولا كما تردد. وفي تصريحات لموقع اليوم السابع الإلكتروني قال الوزير إن الراكب البالغ من العمر 43 عاما كان قادما للقاهرة من سيراليون عبر طريق المغرب حين ظهرت عليه أعراض الملاريا، فنقل على أثر ذلك لمستشفى الحميات. بعد ما يتأكد عندنا يبعثها لمعامل المرجعية لمنظمة الصحة العالمية عشان تأكد إن هو إيجابي. أي حالة اشتباه كورونا بيتم عزلها فورا في المكان اللي هي فيه في أي مستشفى حميات على مستوى مصر، بيتم عزل الحالة وبيتم الإبلاغ الفوري عليها. اللي عاوز الحق كان في اشتباه حالة من البحيرة كانت من يومين وكتبت في بعض وسائل الإعلام المختلفة، أقول لحضراتكم النتيجة بتاعتها طلعت بالأمس مساء وجاءت نتيجتها سلبية للكورونا، عشان بس كان فينا في البحيرة كان فيها دي حالة اشتباه وإن النتيجة هتطلع، فالنتيجة الحمد لله طلعت امبارح مساء وجاءت سلبية. دي مواد التوعوية وهتبقى موجودة عند حضراتكم هنا من شوية بعد شوية، كل مواد التوعية اللي بنوزعها على الحالات وعلى المجتمع وعلى الفريق الصحي وهنقول بنوزعها على الحجاج اللي بيسافروا في وقت الحجاج. الحاجة التانية بعد كده هنتكلم عليها سريعا الملاريا. حضراتكم عارفين طبعا في آخر شهر مايو اللي فات تقريبا من شهرين أو شهرين ونص بالظبط حصل بؤرة للملاريا كانت في قرية تبع مركز إدفو في أسوان، وفي الوقت دوت كل وسائل الإعلام حركوا جميعا كافة وسائل الإعلام كتبت عنها والملاريا والملاريا. الحمد لله احنا نقول لكم احنا عملنا ايه في الملاريا واحنا دلوقتي وضعنا ايه عشان دلوقتي ما حدش بيسأل عن ملاريا. فالحمد لله اقول ان احنا ما فيش عندنا حالات ملاريا والبؤرة دي تم التحكم فيها. عاوز اقول ان مصر ما كانش فيها من سنة 1998 اي حالات ملاريا بتحصل داخل مصر. كل الحالات بعد 98 بتحصل لو في شخص كان في دولة موبوءة بالملاريا وبعد كده جاء مصر، هو دي اللي بيبقى جاية حالة ملاريا ونسميها حالة امبورتد يعني جاية من الخارج. في الاربعينات والخمسينات في حصل تفشي وبائي كبير جدا في مصر، اخر تفشي وبائي حصل في مصر كان في الاربعينات والخمسينات، في الوقت ده حصل في اسوان وفي خمس محافظات مجاورة لاسوان، في الوقت ده توفى 60,000 واحد. احنا في شهر 26 مايو بالتحديد تم اكتشاف حاله ملاريا كانت في ادفو في قريه اسمها قريه الشيخ مصطفى في مركز ادفو محافظه اسوان. ايه الاجراءات اللي وزاره الصحه عملتها عشان المجهود الكبير عشان نتحكم في هذه البؤره؟ كان في 247 شخص من كوادر وزاره الصحه سواء على المستوى المركزي او مديريه الصحه في اسوان قعدوا موجودين في ادفو والمراكز اللي حواليها تقريبا لحد حوالي اكتر من شهرين عشان التحكم في هذه البؤره. الاجراءات اللي احنا عملناها اول حاجه ان كان في ترصد للمرض، كنا بنوزع ايه هو مرض الملاريا على جميع الوحدات الصحيه على جميع المستشفيات. كان هذا اذا حضرات الساده المشاهدين بث مباشر لمؤتمر صحفي لوزاره الصحه حول مكافحة فيروس الإيبولا ومنع طرق انتشاره، وكان البث مباشر من المعهد القومي للتدريب بالعباسية.